اهلا بحضراتكم من جديد زي ما احنا شفنا دي لقطات تدريبات النادي الاهلي يعني اللقطات دي حصريه لينا منذ قليل انتهت تدريبات النادي الاهلي على ملعب رادس وده التدريب الاخير كل توفيق للاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني ايضا حالا انتهت مباراه الاهلي والزمالك في بيست في 3 في دوري المحترفين ودي المباراه الاولى زي ما احنا عارفين نظام دوري المحترفين لكره اليد بيكون ثلاث مباريات اللي يقدر يفوز بماتشين يتوج ببطوله الدوري آه لكره اليد كوماندوز الاهلي يفوز على الزمالك بنتيجه 26 25 في اولى مباريات سلسله نهائي دوري المحترفين مبروك للاعبي النادي الاهلي ان شاء الله عندنا المباراه الثانيه نقدر نحسمها وننهي يعني بطوله دوري كره اليد مباراه النهارده كانت صعبه بعد تاخر النادي الاهلي قدر يعود من بعيد مرة أخرى وبروح الفانيلا الحمراء يقدر يفوز في الثواني الأخيرة بنتيجة 26-25 خلوني أرحب بضيوفي الكرام نجم الأهلي الكبير كابتن عادل طعيمة منورنا كابتن عادل كابتن أسامة ألف مبروك